متابعة بتطورات الموقف في فنزويلا، فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل اعترافه بالمعارض خوان غويدو وهو رئيس البرلمان الفنزويلي اللي بتسيطر عليه المعارضة، اعترافه به كرئيس مؤقت أو بالوكالة بعد وقت قصير من إعلان غويدو ذلك أمام آلاف من مؤيديه في العاصمة كاراكاس. وهنأ لويس الماجرو الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن، هنأ خوان غويدو رئيس البرلمان الفنزويلي اللي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا ويعني منحه طبعا الاعتراف الكامل بهذا المنصب. تطورات الموقف الحقيقة في فنزويلا بعد إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بغويدو كرئيس مؤقت لفنزويلا ما يؤكد عزلة نيكولاس مادورو وهو يعني الرئيس اللي كان نصب نفسه رئيس لفنزويلا. تطورات الموقف سريعا مشاهدينا الكرام، خليني أقول لحضراتكم إنه الشرطة الفنزويلية بدأت تشتبك مع معارضي نيكولاس مادورو في شوارع العاصمة كاراكاس. على سبيل المثال ردود الأفعال تتوالى بعد إعلان دونالد ترامب اعترافه بغويدو، الأرجنتين تعلن اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا انتقاليا للبلاد. يعني كان أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه بلاده ستعيد النظر في علاقتها مع واشنطن، لكن خلوني أقول لحضراتكم أنه خلال يعني الدقائق الماضية أعلن مادورو قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأمهل البعثة الأمريكية 72 ساعة للمغادرة بعد طبعا يعني إعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للمزيد حول هذا الموضوع والمتابعة من واشنطن ينضم إلينا دكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي. مساء الخير دكتور عفيفي، أهلا بحضرتك في نقاط ساخنة. يعني خليني أسأل حضرتك على هذا الاعتراف الآن من الولايات المتحدة الأمريكية. منذ قليل يعني بومبيو قال أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الأزمة في فنزويلا، رؤية حضرتك لما سوف تشهده الأيام القليلة المقبلة بعد التطورات المتلاحقة يعني في الساعات الأخيرة؟ طبعا منذ انتخاب مادورو كانت هناك اعتراضات دولية على طريقة الانتخابات وكيف وصل إلى الحكم، وأيضا كان هناك دعم أمريكي ودولي للمعارضة. زعيم المعارضة وهو مسؤول في الدستور الفنزويلي بأخذ زمام الحكم أعلن أنه سيأخذ زمام الحكم، ولذلك كان هناك دعم أمريكي وليس أمريكي فقط ولكن كثير من الدول في أمريكا الجنوبية دعمته. يحاول مادورو بعد أن وصل الاقتصاد الفنزويلي إلى أسوأ فترة في التاريخ حيث بلغ التضخم 1000000%، وانا اعني 1000000% ليس مبالغه بس هذا هو الحقيقي، وصل ميعاد التضخم الى 1000000%، اصبحت البلاد على وشك يعني حرب اهليه اصلا. فرات الولايات المتحده الامريكيه انه هذه الخطوه هي الخطوه المناسبه لان حكم مادورو اصبح غير مستقر، ولان المعارضه اثبتت بشعبيتها انها تستطيع ان يعني تحكم البلاد. هناك تخوف طبعا من وقوع حرب اهليه، لكن بالامس يعني كانت هناك يعني الجيش الفنزويلي قرر ان لا يتدخل في هذه الخلافات، واعتقد انها سنشهد بعض التطورات داخل فنزويلا، لكن من ثم سيتم دعم الحكومه الفنزويليه المؤقته من الولايات المتحده الامريكيه. طيب يعني خلينا ايضا نشرك معنا في هذا النقاش الاستاذ طارق البرديسي، متخصص في العلاقات الدوليه. مساء الخير استاذ طارق. في فنزويلا في مؤسستين الحقيقه ليهم دور كبير في الوضع في فنزويلا عاده، هو الجيش والمحكمه العليا. منذ يعني دكتور عفيفي بيقول انه الجيش اعلن انه لن يتدخل في هذه الازمه، لكن المحكمه العليا على سبيل المثال معروف انها يعني اكثر قربا لنيكولاس مادورو، وقالت انه خطوه خوان غويدو هي خطوه غير معترف بها. ما الذي يمكن فهمه من موقف المحكمه العليا وكيف سينعكس على الوضع في فنزويلا؟ يعني اتصور يعني هذا التفاوت والاختلاف ما بين يعني المؤسسات اللي موجوده في دوله فنزويلا يعني بيلقي بظلاله على المشاكل
وعدم الاستقرار اللي لسه يعني تتصاعد وسيرته في الفترة القادمة، زي حضرتك ما أسلفتي، ما بين الجيش والمحكمة العليا وبين الجمعية الوطنية وبين الرئاسة في فنزويلا. نعم. يعني الجمعية الوطنية أتصور يعني بالنسبة للعلاقات الدولية لها ثقل يتمثل في يعني اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، بوركوي، كولومبيا، الأرجنتين، تشيلي، بيرو، كل ده بيعترف بالجمعية الوطنية وبيعترف يعني برئاسة المعارض خوان غويدو يعني كرئيس انتقالي في هذه الفترة، وده ليه ثقل كبير جدا فيما يتعلق بالاعتراف الدولي. في المقابل تجد يعني دولتين بس زي المكسيك وبوليفيا هم اللي مع الرئاسة الحالية للرئيس الحالي نيكولاس مادورو. يعني ولكن في نهاية المطاف أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير جدا، هي لها يعني ذلك العداء بتناصبه تجاه فنزويلا وبتعتبرها دولة قمعية، وأتصور أن السر في ذلك وراء البترول والغاز الطبيعي. يعني نعم. خلينا بس أنا أسف المقاطعة بس أشير لأنه اللقطات اللي بنتابعها على الشاشة لقطات حية مباشرة يعني تأتينا من هناك مباشرة للرئيس، يعني الحقيقه مش عارفه سياسيا كيف يمكن ان نطلق عليه، يعني المختلف عليه تقريبا نيكولاس مادورو، وهو يلقي بكلمه امام بعض من مؤيديه. اتفضل استاذ طارق اكمل فكرتك لو سمحت. يعني انا في تصور الولايات المتحده الامريكيه يعني بتلعب هذا الدور في يعني زعزعه وعدم استقرار دوله فنزويلا، وده مش من يعني في هذا الوقت الحالي، ولكن منذ قرابة عقدين تحديدا في عام 1998 لما هوغو تشافيز الرئيس السابق يعني كان نجح في الانتخابات وقام باستعادة يعني سيطرة البلاد وأمم الشركات البترول الرئيسية بخطوة هو نفسه قال أنا بتشبه بالرئيس جمال عبد الناصر في مصر في 1956 لما أمم قناة السويس. كل ده كان يعني دفع عن الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها لهذه النكاية والضغط والعقوبات المستمرة على الاقتصاد الفنزويلي. نعم. أمريكا وإن كانت أنا أسف المقاطعة، يعني سأعود مرة تانية لهذه النقطة، بس خليني أروح لدكتور عفيفي وأسأل حضرتك، يعني حين تتحدث واشنطن تقول أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع فنزويلا، هل معنى ذلك أن الخيار العسكري أيضا خيار مطروح؟ وفي الحقيقة هذا هو الواقع، لأن كما نعلم حدوث حرب أهلية في منطقة أمريكا الجنوبية قد تؤثر على المنطقة بأسرها وحركة المهاجرين وما يمكن أن يؤثر هذا على الاقتصاد العالمي. فلذلك عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية جميع الطروحات يعني على الطاولة، هذا يعني أن لو وصلت العملية لتدخل عسكري، وقد حدث هذا من قبل في بعض بلدان أمريكا الجنوبية، ستساعد الحكومة الشرعية. لأن يعني أريد أن أؤكد ما حدث الآن هو منصوص عليه في الدستور الفنزويلي وليس انقلاب، هو ما حدث في الدستور الفنزويلي، وأثبتت حكومة مادورو أنها لا تستطيع قيادة البلاد بسبب الانهيار الاقتصادي الذي حدث والذي قد يؤدي بدون حتى حدوث التغيير إلى مشاكل كثيرة جدا. ملايين من فنزويلا هاجروا للبلاد المجاورة. فلذلك رأت الولايات المتحدة الأمريكية وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط، هناك بعض الدول الأوروبية بدأت في إعادة النظر في دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة واني. طيب في هذه الحالة هيكون لفنزويلا رئيسين اثنين ومادورو يطلق عليه الرئيس، يعني أي صفة يعني ستلحق به؟ لا، هو في الحقيقة هتبقى مسألة انتقالية، حي الجيش سينضم أنا اعتقادي في ليوان غويدو. وأما بالنسبة للمحكمة الدستورية التي ذكرت، فإن معظم من رشح المحكمة الدستورية كانوا من أنصار مادورو، وما قام به المعارض هو ما نص عليه الدستور الفنزويلي، ولذلك يعني رأي المحكمة الدستورية لا يعتد به في هذه الأحيان. طيب أستاذ طارق، تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية كانت دايما تعتبر أمريكا اللاتينية
الحديقة الخلفية، يعني هكذا كنا نطلق عليها في أدبيات السياسة. مع الوقت الحقيقة أصبح في أكثر من دولة يعني تعادي تسير على نهج مختلف تماما عن الولايات المتحدة الأمريكية. فنزويلا في عهد مادورو كانت كذلك، وفي عهد الرئيس الراحل يوغو شافيز أيضا كانت كذلك. هل من الممكن أن يتغير هذا النهج، يعني تعود مرة أخرى فنزويلا كحديقة خلفية تسير وراء واشنطن؟ سريعا لو سمحت. يعني نطلق عليها أنها موجودة في يعني في هذا الدمام، دمام كما يعني وصفت الحديقة الخلفية، إلا أن يعني دولة فنزويلا وبوليفيا وكوبا يعني هذه دول يعني خارجة عن هذه الحديقة، وتعادي وتناصب الولايات المتحدة الأمريكية العداء، ويعني تقف أمامها يعني ندا بند ورأسا برأس لعقود من الزمن. يمكن شوف كوبا وفيدل كاسترو يعني استمرت يعني عشرات السنين، أيضا دولة فنزويلا من تسعينيات القرن الفائت، وكان هذا العداء والتحدي للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى يعني فشل أكثر من انقلاب، يعني في نتذكر انقلاب في عام 2002 ضد هوجو تشافيز، ولم يستمر هذا الانقلاب أكثر من يومين، أكثر من 48 ساعة، أقل من 48 ساعة، وفشل هذا الانقلاب. أيضا بوليفيا، يمكن فنزويلا قطعت علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في من قرابة العشر سنوات، تضامنا أيضا مع بوليفيا لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية برضو في شؤون الحكم في بوليفيا. إذا يعني خلاصة القول في هذا لإجابة هذا السؤال، أن عندنا بوليفيا وفنزويلا وكوبا تتظل يعني يناصبون العداء للولايات المتحدة الأمريكية، سيتخذون هذا ولكن سريعا كنت عايز أقول أنه المحكمة العليا لا أحد يستطيع أن يشكك في أحكام المحكمة العليا. أيضا الجيش من الممكن أن يعني تختلف خياراته وينضم إلى الرئيس الشرعي الحالي أي ما كان. سنرى على أي حال يعني ما الذي تحمله الأيام المقبلة في فنزويلا. واضح أنه ستكون هناك تطورات متلاحقة مع تدخل يعني الولايات المتحدة بهذا الشكل المفاجئ. شكرا جزيلا أستاذ طارق البرديسي، متخصص في العلاقات الدولية، كما أشكر ضيفي كان معنا من واشنطن دكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي.